قبل ما نتكلم بالتفصيل عن فريق جيما نروح نشوف طبعا في محيط ملعب برج العرب زميلنا شريف شعبان يقول لنا كل الاجواء الخاصه بجمهور النادي الاهلي وقبل ساعات من انطلاق مباراه الاهلي وجيما الاثيوبي. اتفضل يا شريف. يا زميلي امير تحياتي لضيوفك، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من داخل ارض الملعب استاد برج العرب اللي بيتسع حوالي 80,000 متفرج، اللي افتتح عام 2007 اللي كلف حوالي 250 مليون جنيه. يا رب دعواتنا ودعوات كل المصريين ان نكون بدايه موفقه للنادي الاهلي، طبعا بطل القرن نادي القرن، ان يكون بطوله افريقيه من نصيبه ويصل للنجمه التسعه، ويكون الفوز من حليفه اليوم على بطل الاثيوبي او جيما الاثيوبي. خليني اقول لك ان داخل الاستاد نقاط تفتيش كثيره، ولكن بسيوله قويه، يعني سيوله يعني بحيي عليها رجال الشرطه. دخلنا يمكن في 3-4 دقائق كنا داخل ارضيه الملعب. التوافد الجماهيري بدا، انا شايف من خلفي بدا التوافد لسه مش كتير او لسه مش بقوه زي ما احنا متوقعين، بس باذن الله على مدار الساعات المقبله هيكون في توافد جماهيري كبير. احنا عرفنا ان مجلس اداره النادي الاهلي طبع حوالي 10,000 تذكره، باذن الله يكون النهارده جماهير الاهلي ليها نصيب الاسد من التواجد، ويكون عامله شكل رئيسي ومؤثر في نتيجه اللقاء اليوم. يمكن طاقم تحكيم اليوم تونسي طبعا بقياده التونسي صادق السلم وبعونه الليبي عطيه اصمد والتونسي ايمن اسماعيل. يمكن ممكن اقول لك تشكيل متوقع من الكواليس للنادي الاهلي، متوقع وليس رسمي: شريف اكرامي، كوليبالي، هاني، كريم نيدفيد، ايمن اشرف، سلية عاشور، محارب، وليد سليمان، حمودي، مروان محسن. يمكن النهارده النقل التلفزيوني بحوالي 9 كاميرات. كل جديد، كل حصري هيكون باذن الله على شاشه قناه الاهلي. عوده ليك من جديد زميلي امير، اتفضل. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخله وهذا البث من ملعب مباراة الأهلي اليوم أمام فريق جيما أستاد برج العرب، وكل التفاصيل الخاصة بالجمهور. الحمد لله زي ما قال شريف كده الأمور ماشية بسهولة ويسر، نتمنى حضور أكبر كم ممكن طبقا للمسموح لي من جمهور النادي الأهلي أن هو يحضر هذه المباراة عشان يكون دافع ومساند رئيسي وأساسي بالنسبة للفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبداية هذه البطولة من خلال مباراة جيما النهاردة. كل ما يخص جيما يا دكتور أحمد. اول حاجه طبعا التشكيل بتاعهم، هم بيلعبوا 4-2-3-1، دي طريقه اللعب بتاعهم. يمكن هم عندهم الاربعه محترفين، واحد من مالي، واحد من كوديفوار، وواحد من ملاوي، دول الثلاثه محترفين بس. طريقه لعبهم طبعا 4-2-3-1، حارس المرمى بتاعهم حارس منتخب غانا الاحتياطي ايام ماتش اللي كان في الماتش السته تمام، حارس دولي الشهير، حارس دولي يعني حارس بديل اسمه دانيال اجي رقم 29، اثنين مساكين سوسوكو أداما رقم 22 وده كابتن الفريق من ملاوي، وتيسافاي ده 27 عام ده المساك الثاني. الباك اليمين ياريد والباك الشمال الياس أطارو، والاثنين الارتكاز مسعد موسى ووكاتا. صانع الالعاب بتاعهم اسمه الياس رقم 10، والجناح اليمين بتاعهم ده هنحط عليه دايره كده لانه خطير جدا، اللي هو الجناح اليمين لايبري ده اخطر لاعب، لا ده تاني اخطر لاعب، تاني اخطر ماشي هنتكلم في اخطر اللاعبين. لعب في الصفاقسي، لعب في المريخ السوداني، لعب في الترجي، لعب في مستقبل المرسى التونسي، لعيب عنده خبرات 29 سنه الجناح اليمين. الجناح الشمال بتاعهم اللي هو جيرما سيليكا ده رقم 17 27 سنه. اللي قدام بقى اخطر لاعب عندهم وهو مامادو سيديبي رقم 7، ده اخطر لاعب، ده تاني هداف دوري ابطال افريقيا حاليا ب3 اهداف، جايب 3 اهداف في الماتشين، لعب في 4 انديه في المغرب. دي التشكيله هي قدامنا دي على الشاشه، دي التشكيله اللي قدامنا 4-2-3-1. نركز بس على الاثنين اللي قدام، رقم 12 لايبيري اللي هو الجناح اليمين، ومامادو سيديبي اللي هو رقم 7 المهاجم، ده اللاعب في اولمبيك خريبكا المغربي، ولعب في المغرب التطواني، ولعب في شباب اطلس المغربي، ولعب في سريع وادي اللي هو الفريق المغربي. يعني اللعيب عنده خبرات، اللعيبه اللي عندها خبرات عندهم اللي هو مامادو سيديبي رقم 7 والجناح اليمين وحارس المرمى، ثلاثه عندهم خبرات، يعني عندهم خبرات افريقيه، يعتبروا الثلاثه التقال في الفرقه. معدل الاعمار بتاعهم تقريبا قد ايه؟ يعني 26 سنه، اكبر لعيب في الفرقه عندهم 31 اللي هو رقم 26، الباقي كله تحت 30 سنه. يعني معدل يعتبر جيد طبعا، معدل جيد، ومفيش تحت 22 سنه، هم في رينج من 22 ل 30، فيعتبروا برضه عندهم حته الخبره. اول حاجه في نقاط القوه عندهم هو المهاجم زي ما اتكلمنا عليه اللي هو مامادو سوديبي، ده لعب في 4 انديه في المغرب، عنده خبرات كويسه جدا ان هو يلعب في الدوري المغربي. يمكن لو شفنا حتى الفيديوهات بتاعته هنلاقيه مهاجم هداف جدا خطير، دايما عنده ميزه ان هو بيعرف يكسر مصيده التسلل ويسرق المدافعين. تمام، يعني مثلا هتلاقي الاثنين المساكين يسرق مصيده التسلل ويكسرها ويخش يجيب جون، هداف جدا، محطه، قوي، طويل القامه، هداف سريع،
جايب 3 اهداف في دوري ابطال افريقيا، ده يعتبر طبعا ده رقم واحد لازم نخلي بالنا منه النهارده، سواء كولوبالي ومحمد هاني. طبعا محمد هاني ده المهاجم، ده الهدف اللي جابه ده مومادو سوديبيل على الصوره دوت. فطبعا طويل القامه، مهاجم محطه كويس، بيتابع بشكل كويس زي ما احنا شايفين، بيعرف يسرق خط القلبين الدفاع اللي معاه، سواء يكسر مصيده التسلل او يكسر او يضحك على قلبين الدفاع اللي معاه. فده لازم نخلي بالنا منه، وده طبعا لما كان بيلعب في المغرب كان برده هدف في الرجاء ليه. فزي ما احنا شايفين كده مهاجم كويس جدا. يمكن هو تراجع مستواه عشان كده مشى من المغرب، ولكن لما راح برضو الفرقه دي رجع مستواه تاني، ورجعوا له مستواه بدليل ان هو جايب 3 اهداف. فده يمكن ده اخطر لعيب عندهم. اللعيب التاني اللي هو ليبيريه اللي هو الجناح اليمين، ده راجل كان بيلعب في الترجي سنه 2011، يعني من فتره لما كبر في السن شويه راح الفريق الاثيوبي ده. يعتبر عنده خبرات برضو، من الحاجات اللي يعني الاثنين دول بيمتازوا بيها حته اللامركزيه. يعني بنشوف مثلا رقم 7 ده اللي هو مامادو سوديبي يتحرك على الاطراف ويفتح مساحات للي جاي من ورا، يعني ممكن نلاقي رقم 12 بيلعب ناحيه الشمال. طريقه اللعب بتتحول من 4 2 3 1 ل 4 4 2 لما الاثنين بيتقدموا جنب بعض. طيب. فالاثنين عندهم خبرات ولازم نخلي بالنا منهم كويس جدا. طيب هنرجع نكمل كلامنا بتفاصيل اكتر عن فريق جيما من خلال طبعا تواجد الدكتور احمد ثابت ودكتور عادل كراي معانا في الاستوديو، لكن بعد فاصل.